اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده على قناه لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا نتكلم فيها على الثبات تحت ضغط. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اول حاجه لازم يكون الكلب متعلم فيها امر الثبات العادي، انك تقول له اثبت او استي. الخطوة الأولى وفيها إن أنت هتبدأ بإنك تهوش الكلب تهويشة خفيفة كده زي ما احنا شايفين، مش بسرعة إنك تخض الكلب أو تخوفه كأنك هتضربه. مجرد ما تلاقي الكلب ما تهزش أو ما تحركش من مكانه هتبدأ إن أنت تديله المكافأة. الخطوة التانية هتبدأ ان انت تسرع الريتم شوية وتحاول ان انت تهوش الكلب بدرجة اعلى من اللي قبله، وكمان هتحاول انك تلمس جسم الكلب بالعصاية اللي انت بتهوش بيها الكلب. وطبعا في كل مرة الكلب فيها ثابت ومش بيتحرك تبدأ ان انت تكافئ الكلب. الخطوة الثالثة هتبدأ ان انت تعمل صوت. انا خبطت العصاية على الكاوتش بتاعي، شوفوا رد فعل الكلب اتحرك من مكانه لما سمع صوت الخبط، بس انا رجعت تاني اديته امر الثبات وبدأت ان انا اعمل الصوت تاني زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان اعود الكلب على اي صوت اي خبطة اي حاجة ان هو ما يتهزش وما يتحركش من مكانه برضو زي ما هو. هزود شوية الضغط بإن أنا هحرك لعبة من ألعابه قدامه على الأرض وهنشوف هو هيتحرك من مكانه برضه ولا لأ. ايه فايدة التدريب ده؟ اول حاجة هيعود الكلب بتاعك انه لما يسمع امر الثبات ما يتحركش خالص مهما كانت الظروف. الحاجة التانية هيخلي شخصية الكلب كويسة جدا لانه مش هيخاف او مش هيتهوش او هيتهت من اي حد خالص، هيبقى بالنسبة له اي حاجة عادي جدا تحصل حواليه ما فيش اي مشكلة خالص، ومش هيعمل اي حاجة غير بامر منك بس. يا رب نكون استفدنا بحلقة النهاردة، ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفك ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.